تشاد والكونغو بلدان تجمع بينهما علاقات متميزة، وتعمل السلطات في البلدين على ترسيخها. فبعد ساعات قليلة من وصوله إلى برازافيل، التقى رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو بنظيره دينيس ساسون غيسو الذي استقبله بالقصر الرئاسي في لقاء ثنائي بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية واستعرض الملفات السياسية الاقتصادية والأمنية محل الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بدور وجهود رئيس جمهورية الكونغو في الوساطة وتسوية النزاعات في الإقليم. بدوره رئيس جمهورية الكونغو جدد دعم بلاده ودعم المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية للمرحلة الانتقالية في تشاد، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها السلطات التشادية في إطار المصالحة الوطنية، ووجه نداء إلى جميع الشركاء من أجل دعم المرحلة الانتقالية في تشاد. كما عقد الرئيسان اجتماع عمل موسع شارك فيه وفداء البلدين، وتوج اللقاء ببيان ختامي مشترك أشاد بعمق العلاقات بين البلدين ومساعيهما لتطوير آفاق التعاون. كما دعا البيان الختامي إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات المختلفة. البيان الختامي لم يغفل جائحة كورونا، وفي هذا الصدد دعا الرئيسان إلى ضرورة التوزيع العادل للقاح كوفيد-19 وحصول جميع البلدان على اللقاح في إطار التصدي لهذه الجائحة.